بالعادة المشاهدين تعودوا على أنه برنامج العشرة يستضيف إنسان مع أمه، مع باباه، مع أخوه، مع صاحبه باش يحكيوا على عشرتهم. العشرة اليوم راهو فيها رغيس وحده. محمد، لو نسألك شكون هو الإنسان اللي كنت حاب أنه يشاركك اليوم تفاصيل عشرتك؟ أقرب إنسان لك تمنيت أنه يكون معك اليوم؟ سؤال صعب جداً، لأنه في نفس الوقت سهل جداً. بين أمي الوالدة تاعي، ماذا بي الوالدة تاعي، ومن بعد يمكن يجي بعد الوالد. أنا لأنه الوالدين عندي حاجة. شحال عندكم ما تلاقيتوش؟ الوالدين عيا الوالدة ساكري. بالضبط، شحال عندك ما تلاقيتش بها الوالدة؟ هذاك عامين. عامين ما شفتهاش. سنتين. رغم كونك هنايا في الجزائر. مش انا عندي. انت كنت تجي في الجزائر، الوالده ماهيش مقيمه بالجزائر. اه في خنشله. وتجي للعاصمه ما تحبطش الخنشله باش تشوف الوالده؟ لا عندي شهر ملي جيت اقطع في التصوير والوقت ما قدرتش نهبط الخنشله. السنه اللي فاتت كانت الكورونا، خفت عليهم، ما حبيتش ناخذ ريسك. شفتهم كي جيت، شفتهم ومن بعد كي بديت نصور ومن بعد كي قعدت في 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 الجزائر العاصمه بسبب الكورونا، ما حبيتش الريسك يبيهم طلعهم من الجزائر. اكيد تعرف بابا كبير وعنده مريض، عنده مرض مزمن، والوالده ثاني وعاد يخاف على والدي. لهذا السبب عندي من بعد عاود خرجت انا، قعدت 11 شهر ودخلت درك عندي شهر، بديت نصور في مسلسل تعرف اما ثلاثه، فما كانش وقت. صعبة الحياة. صح، قد ما سهلة قد ما صعبة.